اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك يا رب العالمين. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم ما يسرنا له تعالى من صالحات الأعمال، وغفر لنا وإياكم ما ارتكبناه من المخالفات. هذه الليلة المباركة من تداعيات هذا الشهر الكريم المبارك التي تصادف غزوة من أهم غزوات الإسلام، غزوة بدر الكبرى التي نصر الله سبحانه وتعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام نصرا مؤزرا. لهذا الأمر اجتمعت مع إخوتي الأحباب، أساتذتي ومشايخي الشيخ أسامة سليمان وأخي الحبيب الشيخ السموال عبد الله. أهلا بكما وسهلا، يا مرحب بكم. تنعدل عليك إن شاء الله. أول حاجة أنا طولت ما شفتك، أما السموال داخل لي يا حليله سنين وسنين، فأنا أول حاجة أعبر عن سعادتي أنا، بعدين المشاهدين الكرام الذين يألفون كلامكم وطلعتكم البهية. الله يزيدك. حبابك شيخ أسامة، والله لك التحية ولكل اللي بيشاهدونا وبيسمعونا ولأهل بدر في هذه الليلة القمرية والبدرية، لهم منا آلاف التحايا، ونحن نشاركهم في هذا المحفل وفي هذا العمل الكبير الرائع الذي قدموه لأمة الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم. لك التحية، وحقيقة مشتاق لك شديد والله، وأنا كذلك عالم الغيب والشهادة. بعدين بعد ما ننتهي نويل شوقنا، تنعدل عليك محمد قبل. حياك وبياك أخي وشيخ شيخ الصمول ابن عبد الله. تحية مباركة وتحية طيبة لكل المشاهدين، وأعتقد أنه شرف كبير هذه الليلة المباركة نجلس لنتمتع بالحديث عن بدر. فبدر يعني بدر عند الملائكة وبدر عند الصحابة، فربنا يعني حبانا بشرف كبير أنه نجلس هذه الجلسة ونلتقي هذا اللقاء. يا سلام. عبركم ومعكم أيها الأخوة المشاهدين في بدر، يعني وما أدراك ما بدر، حديث لا ينتهي. نعم. ولن ينضب. نعم. جعلها الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. كذلك أرجو من المشاهدين الكرام أن يرحبوا معي ومعكم بإخوة لنا إن شاء الله، شيخنا إبراهيم محجوب عبر الزوم، والشيخ الحبيب دكتور المغير محمد رملي كذلك، ومن القاهرة إن شاء الله نسعد بسماع صوت الأخ الحبيب الشيخ عبد المحمود أبوه، ويشنف الآذان في هذه الليلة المباركة كما عاهدنا دائما في الليالي اللي بيقولوها الليالي الدينية دي، مع إنه إن شاء الله كل الليالي تكون دينية بكل ما فيها، يعني يعني لا ننسى جانب الله سبحانه وتعالى في كل شيء. على كل حال، هي متى أفرغت؟ أنا عارفك أنت داير تطاعن، سامح ما الطاعن. فشباب الطريقة السمانية كذلك إن شاء الله يا سلام معنا عبر التي في يو، يعني يتحفون ببعض الأناشيد، أداء ما شاء الله مصطفى وشيخ نورين وكلهم في مسجد أبوك الشيخ الفاتح من الشباب. أنا الحقيقة قلت لهم الله يجزيكم خير، لأنه الآن أنتوا بتجتمعوا في المساجد وتقيموا الدروس والأذكار والإنشاد وكذا، وغيركم ليس قدحا، لكن نسأل الله الهداية للجميع يعني، وإن كان الترويح مهم، لكن غيركم قد يكون الآن في هذه الليالي المباركة يكون مثلا في هنا أو هناك. جزاكم الله خير. يا مصطفى السلام عليكم، يا شيخ نورين النور محمدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى. إحنا إذن لو سمحتوا خلونا نروحنا الجو. يا سلام. أصله هو متروحن لأنه بدر نزلت فيها الملائكة لتقاتل مع المسلمين. نسأل الله أن نروح يعني جونا حتى يعني تحضرنا نفحة من نفحات. الله يجعل لنا معه سهم. اللهم آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير، تفضلوا. إن ريح الغرب نم وندافع عني زكم
فهو أحلى ما يشم من أصيح وأبي الكرم. إن ريح القرم نم وانتفع عنه زكم فهو أحلى ما يشم من أصيح به الكرم. ويدد الشوق وقد زال ما بي من نكد طاب وقتي بالمداد والمنى والقصد تم. إن ريح الغرب نم وانتفى عنه زكم فهو أحلى ما يشم من أصيح به الكرم. أحمد الله على ما به القلب امتلى ولعنا عنه نجلى من ملمات وهم. إن ريح الغرب نم وانتفى عنه زكم فهو أحلى ما يشم من أصيح به الكرم. الله قل لأحباب ساروا يوم راحوا هل داروا كيف حالي أو رأوا لي هيامون بسلام. إن ريح القرب نم وانتفى عنه زكم فهو أحلى ما يشم من أصيح به الكرم. ليتهم منوا علي بشراب من حمي ليت غومي أهل طي يدخلوني في الحرم. إن ريح الغرب نم وانتفى عنه زكم فهو أحلى ما يشم من أصيح به الكرم. الله ليتني كنت الرفيق لامحا لا مع البريق ليت لي في إذا الطريق الطلي يوما سهم. إن ريح القرب نم وانتفى عنه زكم فهو أحلى ما يشم من أصيح به الكرم. ولهم من ربنا الرضا ثم الثنى ما لهم عبد رنا يرتجي فيض الكرم. إن ريح القرب نم وانتفى عني زكم فهو أحلى ما يشم من أصيح به الكرم. إن ريح القرب نم وانتفت عني الزكم فهو أحلى ما يشم من وين؟ من أصيح به الكرم رضي الله عنهم، رضي الله عن الراوي الشيخ قريب الله.
وشكرا جزيلا لأبنائنا مصطفى والنور محمدين. نحن الآن عبر الزوم كمان معنا شيخنا الحبيب الشيخ نابري محجوب عبر الاستوديو الخارجي إن شاء الله يكون معنا الآن. الشيخ نابري السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير بهذه الليلة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها علينا ليلة أمن وأمان وصحة وعافية يا رب للسوداني وللأمة الإسلامية أجمعاً. اللهم آمين يا رب العالمين. وهذه أظن من الليالي المباركات التي إن شاء الله يستجاب فيها الدعاء بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. نحن طبعا هذه الحلقة والندوة يعني اعتبرناها للكلام من منطلق غزوة بدر الكبرى لجميع الليالي المباركات التي يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله عبر العام الهجري كله، لأنه الناس تكلموا عن غزوة بدر كثيرا. لكن قبل هذا وذاك أنا عايز أسألك سؤال، ما هو الاسم السوداني الذي إذا شلت منه الحرف الأول يكون مشروب يشرب في رمضان؟ أظنك تشير إلى اسمي المكتوب على الشاشة. نشيل النون تبقى أبري. تبقى أبري نعم. ورينا ما هو المدلول هذا الاسم، أعجمي هو أم عربي؟ أعجمي هو. نعم. هو عبارة عن أحد المسميات الموجودة عندنا في لغتنا السودانية في شمال السودان، هي كلمة نوبري المقصود منها الذهب في لغة الضناغلة والأهلنا في شمال السودان. ما شاء الله. وهو اسم من أعلام السودان العلماء الأقدمين، الشيخ نابري أبسبيب هو عالم من العلماء الذين كان لهم باع في نشر الإسلام في السودان، ولهم باع في نشر التصوف في السودان، ولهم باع في نشر العلوم الشرعية في السودان رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا الله بعلومه كما نفع به من قبل من عاصروه. شيخ نابري، إذن ندلف إلى يعني استجابة الدعاء، مظنة استجابة الدعاء في أزمان وأمكنة معينة، منها ممكن نقول هذه الليلة انطلاقا منها، ونحن كمان مستقبلين العشر الأواخر وهكذا، فماذا أنت قائل؟ الله سبحانه وتعالى جعل أمكنة لاستجابة الدعاء، وجعل الله سبحانه وتعالى أزمان لاستجابة الدعاء. نعم. إذا تحدثنا عن الأمكنة فإن الله سبحانه وتعالى جعل أماكن عديدة، ولكن إذا تحدثنا عن الزمان فإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. نعم. هذه النفحات المباركة هي هذه الليالي المباركة التي أكرم الله سبحانه وتعالى فيها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن جعلها الله سبحانه وتعالى أوقاتا للتقرب إلى الله عز وجل وأوقاتا لمناجاة الله عز وجل، فهي من الأزمنة المباركة. نعم لا شك. الشيخ سمول أظن عنده مداخلة معك في هذا الأمر، تفضل شيخ سمول. نعم الشيخ، حياك الله يا أخي، نسأل الله سبحانه وتعالى عبر هذه المساحات من الدعاء، لعله من أجمل المواقف في بدر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد به أبو بكر الصديق. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح والمعركة في عينه محسومة، يعني أصبح يحمل عصا ويقول بالاسم والمتر المربع، فلان يقتل هنا فلان يقتل، وصارع القوم بالاسم والمتر المربع. تبارك الله. ومع ذلك كان أبو بكر الصديق يقول كنت أعود إلى العريش فأجد النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع يديه بالدعاء ويهتز جسده كله، اللهم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض. كأنه يا شيخ نابري يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، ما تقول لي حاجاتي مضمونة، ما تقول لي أموري مظبطة، النتائج محسومة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفتكر يعني دي واحدة من المواقف الكبيرة اللي بتستحق فعلا الوقفة في مسألة الدعاء. نعم. نحن برضو معانا عن طريق برضو تطبيق الزوم الشيخ الدكتور المغيرة محمد رملي. لكن يا شيخ نابري، أو يا شيخ المغيرة السلام عليك. يا شيخ نابري، قبل أن أعطي المجال لأخي الدكتور، في أحد هزيمة وفي بدر نصر، ليه؟ طبعا لا نسأل سؤال يعني استنكار، ولكن نريد أن نعرف الحكمة من ذلك.
عودا إن شاء الله مباركا، وإن شاء الله هذه المرة لا تنقطع عننا التيارات كلها النورانية لا تنقطع، وحتى التيارات الكهربائية إن شاء الله والبسموه الجنريتر أو الدينامو. أنا مفروض أعتذر للمشاهدين عن هذا الانقطاع، لكن الشيخ أسامة قبل ما أمشي للشيخ المغيرة عنده اعتذار آخر. والله نحن يعني نسأل الله أن نكون أهل للحديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأهل للحديث عن أهل بدر، ولا يكون هذا يعني مصدر عتاب ومعاتبة يعني من قبلهم لنا في شخوصنا، هذه الشخوص المتواضعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون سهمنا هذا هذا السهم المتواضع المتواضع أن يكون سهم يعني غير مقدوح فيه. اللهم آمين. نعم في حضرة أولئك النفر الكريم. آمين يا رب. نعم. آمين يا شيخ المغيرة. طبعا أنت معانا ولا يخفى عليك الحال الذي يغني عن السؤال، لكن رجوعا لك والعود أحمد إن شاء الله، يعني تكلمنا كمان في بركة غير الأماكن والأزمنة، كمان في بركة شخوص، وأنت يعني لا تحتاج مني إلى التذكير بسيدي أويس القرن يعني. فماذا أنت قائل سيدي؟ نعم أخي أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعك في الاستوديو. يا مرحبا يا مرحبا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن يعني نحتفي مع المسلمين بهذا اليوم المبارك الذي يصادف غزوة بدر الكبرى. نعم. التي انتصر فيها المسلمون على أعدائهم، وكان ذلك أول انتصار وأول فتح، وامتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولعل الدعاء مستجاب، ونحن الآن في يعني ذكرى هذه المعركة، ولعلك تعلم ولك الدعاء مستجاب، هنالك أوقات مستجاب فيها الدعاء. نعم. من الأوقات يوم الجمعة لعل والخطيب يخطب في المنبر. نعم. وعند إفطار الصائم. نعم. إن للصائم دعوة مستجابة عند إفطاره، هذا بالنسبة للوقت. نعم. وبالنسبة للأماكن ولك عند التحام السيوف. نعم. عند التقاء عندما تحمر الحدق يعني عند البأس. نعم. عند البأس، فهذه هي كثيرة، عند نزول الغيث وعند ختم القرآن المسافر، وكل هذه في يعني تعتبر من الأوقات. أما الأماكن فلا شك أن المكانين المعينين هما كعبة المشرفة والحرم النبوي، أماكن مستجابة فيها الدعاء. لكني أريد أن أقول الشيء، مشاهد الصالحين مستجاب فيها الدعاء، مستجاب فيها الدعاء. لا تدعو الولي أو الشخص الذي، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان. وهذا نص عليه الذهبي عند ترجمته لمعروف الكرخي، ذكر أو لمن قال إن قبر معروف هو الترياق المجرب، فأثنى الذهبي على هذا القول وأمره بل زاد عليه، وهذا معروف. قال الدعاء عند قبور الأولياء وعند قبور الصالحين الدعاء مستجاب. هذه الأماكن ذكرها الذهبي وأمن عليها. وذكر بعض الأقوال، يعني الشافعي رحمه الله قال استصعصت علي المسألة، أزور قبر أبي حنيفة وأدعو الله سبحانه وتعالى هنالك. أماكن يستجاب فيها الدعاء، هذا معروف عند السلف. نعم. هذه الأماكن أماكن يستجاب، تدعو الله سبحانه وتعالى في هذه المشاهد، عند قبور الصالحين، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الله. لا شك. تدعو الله، لكن هذا معروف. نعم. ذكره الأئمة الأعلام، هذا أمر يعني لا مراء فيه. هذه بعض الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. نعم جزاك الله خير شيخ المغيرة، صحيح ما هذا لا يعني لا مزيد عليه، ولكن يعني في هذه العجالة وقبل أن يعني تبارحنا،
هل كل الدعاء يعني مرجو الإجابة؟ هل في هناك دعاء مشروع ودعاء يعني ممنوع؟ نعم نعم، الدعاء الذي ينبغي أن يستجاب لصاحبه أولا أن يكون مأكله حرام حلال ومشربه حلال. وفي الحديث الرجل يعني أشعث أغبر يرفع إليه بالدعاء فأن يستجاب له وقد غزي بالحرام. فمن موانع الدعاء لا يكون الحلال. ولذلك روى ابن عباس أن سعد ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الشريفتين فيدعو لخاله بأن يكون مستجاب الدعوة، لكنه قال له يا سعد أطب مطعمك تستجاب دعوتك. وهذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، إذا أردنا أن يستجاب دعانا أن يكون مأكلنا حلال. فهذه من الأشياء التي تمنع استجابة الدعاء، أن يدعو الإنسان وقد غزي بالحرام وفي جوفه الحرام ولديه في سيرته مظالم كثير من الناس، فأنا يستجاب له. هذه موانع الدعاء. أو أن يدعو بشر، يدعو بشر فهذا لا يستجاب له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعو الإنسان. أو يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يستجاب له، يكف عنه شر أو تدخر له هذه الدعوة إلى يوم القيامة. لكن يستجاب له، قال ربكم ادعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فيستجاب للعبد ما لم يعجل، يقول دعوته فلم يستجب لي، أو يدعو بالشر أو يدعو وهو ليس متطهر من الحرام ومما يلتبس به من المظالم. فإذا طهر الإنسان فإنه نرجو أن يكون مستجاب الدعاء. جزاك الله خير، شكرا جزيلا شيخ المغيرة، أكرمك الله، ولا تنسنا في دعائك في هذه الأيام. كتر ألف خيرك شيخ المغيرة، جزاك الله خير. استئنافا يا شيخ السموال شيخ أسامة لهذا الكلام، هل في تعليق مسألة استجابة الدعاء ورده؟ شوف سبحان الله يا سيدنا، يعني نحن سندعو الله سبحانه وتعالى عند هذا الرجل المبارك، نحسب أن البركة ليلة هذه الليلة المباركة وهذه الإطلالة الجميلة من هذا الشيخ المغيرة، ندعو الله أن يؤمننا في الدنيا والآخرة. لكن تصور إنه الله سبحانه وتعالى حين يقول وحين يجري وتجري قدرة الله جل في علاه أن نفرا من الناس يدعونه فيؤجل الإجابة، ونفر آخر من الناس يدعونه فيعجل لهم الإجابة. قال من الناس من يحب الله صوته فيقول لملائكته أجيبوا أو يعني أجلوا دعاءه فإني أحب صوته. وده يعني زي ما تقول يا مولانا أوتوماتيك لكده. الشخص داك هو يكون عارف الشغل ده، يعني الربط الوجداني والربط الروحاني ما بينه وبين اللينك ما بينه وبين الذات العلية. الله الله، هو بكون مستيقن، يعني دعا ودعا 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 تأتيه المثبتات من الله سبحانه وتعالى، ألا يقلق ألا يضطرب. قال ومن الناس من يقول الله لملائكته أجيبوا دعوته فإني أبغض صوته. سبحان الله. فلا يفرح الإنسان بأي حال من الأحوال، إنما يظل لأن الدعاء لا، يعني لا يفرح بالتعجيل ولا ييأس من التأجيل ولا لا ييأس تماما. وشوف هنا آيات الصيام، لما ربنا سبحانه وتعالى ختم لينا وتوج لينا، إذا سألك عبادي أنت الليلة ربنا دايرك تكون ولي كامل، طب ما في اثنين ثلاثة، تقوى وإيمان وتوالي الله بالطاعة، تقوى يعني تقوى وإيمان وقيام ليل، دبجوك كده بالصلاح، ومش كده وبس، يعني توجوك كده بتاج الكرامة وخلوك إنه أنت تدعو الله سبحانه وتعالى من غير ازدراء ومن غير تكبر. فنحن محتاجين للدعاء، محتاجين لإحنا نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى ليفرج الله همنا وليدنينا الله عز وجل من حضرته. آمين. ويفتح بصيرتنا، ومن غير ازدراء دي ومن غير كبرياء دي مهمة جدا يا شيخ السماوات. نعم. من آداب الدعاء المجاب إن شاء الله، ونحن لسه عندنا برضو المواسم الأخرى اللي أنتم ممكن تتكلم عنها. الحاجة المهمة جدا في الدعاء اليقين، ادعوا يعني الله وأنتم مقيمون بالإجابة، يعني فوق للأماكن وفوق للمواضع وفوق للألفاظ وفوق للسجع
وفوق لحتى كل مواضع الدعاء. نعم. هذا اليقين. يعني أنا مرة مرت بي طرفة يعني بحكي عن عاصم ابن النجود. نعم. القرآن برواية حفصة عن عاصم ابن النجود. عاصم ده قال أنا جوعته وفقرته شديد. وصلت مرحلة بعيدة طلع الخلا يتأكد إنه ما فايده شايفه. فقام دعا ربنا سبحانه وتعالى وهو بصلي في ركعتين. قال أثناء الصلاة دعيت قال يا الله تديني رزق ما في بني آدم يزلني فيه. الله. يعني ما يبقى دين. الله. ولا يجي زول من الأيام يوم يقول لي أنا والله بديتك ولا شوف ده كان ما نحن ما كان بقينا الكلام ده كله ما دايره. تديني رزق ما في زول يزلني فيه. الله ينجيط. ولا يوم القيامة تسألني منه. الله. ده يكون حلال. شوف الحكاية دي. نعم. قال وأنا أصلي سمعت صوت شيء يقع من السماء حتى هممت أن أقطع الصلاة ولكني أكملت. وعندما أتممت قال التفت ورائي فإذا جراب تحوم حوله حداء يعني زي كيس وقع من صقر. نعم. قال ففتحت هذا الجراب فوجدته مملوء باللؤلؤ والزمرد. قال فيه لؤلؤة كبيرة أول ما أخذتها وبعتها صرت أغنى أغنياء المدينة. قطع في لحظة قطع شك حتى من طرائف القصة قال وأول ما فعلت اشتريت دارا مملوكة من زلة الإيجار. إن شاء الله ربنا يفك المهاجرين كلهم يا جماعة. اللهم آمين. لكن بيفكهم الزمرد يتلقي وين؟ نمشي المرخيات يعني وين؟ بس اللي أنا جايك لها ذاته. اتفضل. قام واحد من المصلين قال لي يعني أسانة مولانا كان طلعت الخلا ده وعملت زي العملية دي كده الله بيديني. قلت له ما بيديك. قال لي ليه؟ قلت له أنت شاكي أنت الآن بتسمع فيني وبتسأل فيني السؤال ده وأنت حاسس إن الحكاية ما بتبقى. خلاص ما بتبقى. حتى يأتينا اليقين. أيوه ده اليقين أهم حاجة. يعني عندي حديث في مسجد قلت من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات في الصباح وسبع مرات في المساء تكفر الله عنه هم الدنيا والآخرة واحدا. ده نص يعني يعني صح؟ يعني لا حقه لا نسخر من هذه الأدعية وإنها وهي بسيطة. أيوة. في في فواحد قال لي أخي أنا عملتها يا مولانا جيت الدرس اللي بعده قال لي يا مولانا والله درستك بتاع الأسبوع اللي فات أه. الحديث قلت ذاك والله أنا مش سويته إلا الحال في حاله. المشكلة وين؟ المشكلة ما في النص. المشكلة فيه أيوه عقيدتك تجاه الدعاء. الدعاء داير يقين بلسانك بالبلدي بالعربي بأي لسان بالفارسي يعني بس ما كل سائل أجيب دعوته. أيوه أيوه. سسامة أنت عندك فيها تعليق كده عشان ما شاء الله. أنا سبحان الله يعني قلت لك ما في روح وفي سر العبادة. روح العبادة وسر العبادة يعني الأمر اللي ذكره هو يقين الإنسان. يعني يقيني بربي يغنيني كده خلاص تمام. ما في اثنين ثلاثة. أنت قرض علي كده بس أنا يقيني أنا في ربنا سبحانه وتعالى يغنيني. أيوة كل ما ارتفع اليقين كل ما ارتفع منسوب اليقين كل ما الإنسان بات مش قاب قوسين أو أدنى بات في حضرة الذات العلية. طيب في حضرة الذات العلية وما تنسى كلامك ده برجع عليك في إنه كيف والقلوب ران عليها ما نعمل من أمثالي يعني حشاكم الله يا أخي أمثالي فيها حسد وفيها بغضاء. ده نشوف الموضوع ده بعد ما ننتقل لولاداتنا ديل الشباب ديل شباب السمانية اللي قلت لك حس هم الجماعة هناك في بيشربوا في الشيشة وما بعرف شنو هم قاعدين والله هم يتبتلوا يا حليل. ولكن برضو لا يغتروا. الله يزيد. طيب الجيل السلام عليك ورحمة الله وبركاته مقدم. وعليكم السلام مولانا الشيخ أحمد. وعليكم السلام. كيف حالك؟ حبيك ومرحب بقناة النيل الأزرق. اللهم أستاذ الضيوف اللي معك. شكرا. أنا عايز بس يعني من عبرك يعني ربنا يرحم والدة أخونا الشيخ الطيب برير ويرحم عمنا الشيخ الفاضل والد أخونا الشيخ دفع الله الشيخ الفاضل رحمة الله على جميع أمواتنا من المسلمين والمسلمات. أنتوا حسا دي قاعدين ولابسين كراباتكم دي أجابركم على كده شنو يعني ما تمشوا تسهروا ولا تمشوا لكم حاجة بدل التلتلة دي؟ ما حيرته الصوت ما جايك سيد أحمد. آه. معليش لو تكرمت عليك لي سؤال لأنه حاضر. آه. طيب إذا أغيره لك طال الحمد لله ما سمعته. أنا داير لو تكلمنا في عجالة كده عن احنا بنتكلم عن الليالي المباركات وانا اعرف انكم وامثالكم من الشباب والمشايخ وغيرهم من الناس من اهل النور ان شاء الله بتحتفلوا بالمواسم الكريمه التي يستجاب فيها الدعاء ليله النصف وهكذا. لكن اسمع منك احسن عشان تكلم اخدانك من الشباب. تفضل.
طيب اللي احنا في الطريقة السمانية الطيبية الغريبية أبناء الدكتور الشيخ الطيب الشيخ الفاتح رحمة الله عليهم جميعا لإمامة الشيخ هاشم الشيخ الطيب، نعم، نحتفي بليالي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى المبارك وليلة السابع والعشرين من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الأثنين في كل أسبوع وليلة الجمعة في كل أسبوع، ويوم السبت عندنا حلقة بتاع التلاوة، ويوم الأحد اللي هي ليلة الاثنين اللي ذكرناه، كذلك يوم الثلاثاء عندنا حلقة بتاع التلاوة، الاثنين عندنا فيها حلقة بتاع أوراد، الأربعاء فيها حلقة لتدريس الفقه المالكي، دي أيام الأسبوع. نعم. كذلك عندنا الاحتفالات الكبيرة بندعو فيها كل إخواننا في مختلف المجالات، اللي هي الذكرى السنوية لسيدي الشيخ محمد الفاتح والذكرى السنوية لسيدي الدكتور الشيخ الطيب، نحتفي بهذه الليالي المباركات في مسجد سيدي الشيخ الفاتح. نعم، ما شاء الله، زادكم الله نورا إن شاء الله وبركة، ونفعنا وإياكم بما يعني تكن ضمائرنا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، شكرا دكتور يا مقدم الطيب، وتحيتي لمن معك من الإخوان، شكرا جزيلا. شيخ أسامة، أنا رجعت لك للأمر الذي توقفنا عنده. والله يا خسي أنت أبحرت بينا في فضاءات كده، وسحت بينا ودحت بينا برا ودخلت ومركت، وزي ما أقول إن شاء الله ربنا يعدل عليك وعليهم. آمين. ومن سمعك ومن سمع ومن لم يسمعك إن شاء الله. فحقيقة يعني اليقين، يقين الإنسان بربنا سبحانه وتعالى، وآخر عبارة أنا ذكرتها عليك، يقيني بربي يغنيني، يغنيني لو سمعت، يغنيني تماما. يغنيني أنا ويغني كل من التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وياريت لو لقيت لك زموره ده كمان، يا سلام. فشوف يعني ذاك المشهد الذي يعني تجلى فيه الإبداع والروعة والجمال والكمال لسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو ويسقط الرداء عنه، ومن ثم يرى عفرتي بياض سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع يقينه عليه الصلاة والسلام بأن الله ناصره، إلا أن الأمر فيه نوع من التعليم، التعليم والأدب في حضرة الله سبحانه وتعالى، تشريع تماما، ويؤدبنا نحن ويعلمنا نحن أنه لا انفكاك عن الحق سبحانه وتعالى في أي موضع، حتى إذا يعني لاحت لك بوارق أو بيارق القبول والنصر والتأييد كلها، لكن كن أنت مع الله سبحانه وتعالى، فلربما يمنحك الله سبحانه وتعالى ما أنت لا تدري، وما لا يعني تدركه بصيرتك أو بصرك الحاضر الآن الماثل. فكن مع الله سبحانه وتعالى، شوف الإشراقات اللي جات في ليلة بدر، وحال كون سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ثبته الله عز وجل، وأنك منصور، والشغلان دي من بدر شديد، توجه الختم ذاته يا سيدنا، توجه حيث شئت فإنك منصور، هذا كلام ربنا سبحانه. يعني في دلال تماما، مدلل عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى. و بعض العارفين عندما يحاول أن يخترق هذه الحجب يقول اللهم إنا نسألك الأدب عند رفع الحجب، الله، وخلاص أنت بعد ذا محب ومحبوب وما ثم ثالث، الله، الدار تقوله لأنه في حضرة محبوبية، إذا ما كانش في رهبة، هو المسألة بين الخوف والرجاء وكده، دي أظن شيخ سموال عنده فيها كلام، لكن شيخ نابري منتظرنا نرجع له ما انقطع من حديثه. نعم، بعد الفاصل القصير ده إن شاء الله. عدنا إليكم أيها السادة المشاهدون والمشاهدات الكرام، تقبل الله منا ومنكم هذا الصبر، حتى لأنه ده شهر الصبر، مش كده؟ طيب إحنا كمان عشان شوية نروح عن أنفسنا، نرجع لأولادنا الشباب السمانية دي، نسمع لنا نشيدة كده من اللي بيحبها قلبك بقى، يا سلام، نشوفهم حيختاروا لنا شنو. سارينا في ظلامي ها
هل رووا علم العاني العالم أم رأوا سلمى بذي سلام؟ الله قسما بالنجم حين هوى ما المعافى وسقيم سوى، فاخلعي الكونين عن كاسي وحب مولى العرب والعجم. صلي يا مولى يا ذا العظام للرسول المصطفى العالم، الله المصطفى يا سيد الشرفاء ذو الوفاء أعلى الورى شرفا، أحمد المختار والخلفاء شهداء الله في الأمم. صلي يا مولاي ذا العظام للرسول المصطفى العالم، الله وهو عبد الله ذو شرفي وانا عبد الله ذو سرفي، صدني عن ما ذهبي سلفي كثرة العصيان واللمم. صلي يا مولاي ذا العظام للرسول المصطفى العالم، الله وصلاة الله كل ضحى وسلام الله ما بريحا، جاوزوا ختما ومفتتحا خير كنتم خير في القدم. يا مولاي ذا العظام للرسول المصطفى العالم، صلى الله وسلم على سيد المصطفى العالم رسول الله وعلى آله وأصحابه وخاصة أهل بدر الكبرى الذين يجوز التوسل بهم. أنتم عندكم البدرية كمان بتاعت الإمام البرزنجي. يا سلام. نحن كده شيخنا بريدية نشوف ما انقطع من الحديث معه ونرجع نتكلم. شيخنا بريدية السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت الأيام دي متعود على الصبر لأنه هذا شهر الصبر، يعني صبرت علينا. الحمد لله. جزاك الله خير. الله يجزاك خير إن شاء الله. عاقبة صبرك أجر إن شاء الله. آمين إن شاء الله. انقطع حديثك في كلام يا ريت لو تواصل لنا فيه. كان الكلام اللي بدينا نتحدث عنه واللي هو سؤال وجهته النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد كان النصر لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما الحكمة في ذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم له الحرب يوم له ويوم عليه؟ نعم. عندما سئل أبو سفيان وعندما كان في الرحلة وعلم الملك ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل وأمر أن يحضر له أشخاص من المكان الذي نشأ فيه وظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء له بأبو سفيان عليه الرضوان، وكان قبل وكان في ذلك الزمان لم يسلم رضي الله عنه، فسئل أسئلة من ضمن هذه الأسئلة التي سئل إليه سئل عليها أو سئل منها أنه قيل له ما الحرب بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحرب بيننا سجال، يوم له ويوم له ويوم لنا. قال
هذا وصفه صلى الله عليه وسلم في كتبنا. فبالتالي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة أن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب بينه وبين من أعداءه سجال يوم له ويوم عليه، هذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إكرام الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير شيخ نبري. من الدقائق الرقائق بيقولوا ولقد نصركم الله ببدر، وإن كان هي ده كلام بتعرفوه العلماء، علماء اللغة العربية، في بدر وببدر. ببدر بيقصد بالرسول عليه الصلاة والسلام، ده أهل النور يعني على غير قياس. جزاك الله خير يا شيخ نبري، شكرا جزيلا، بارك الله كثر خيرك ولا تنسنا في دعائك. رأيك شنو في قصة ببدر وفي بدر دي؟ والله هو بدر الكون، بدر الكون لابس حلل، لابس حلل المشكلة. نعم، ودائما عاشقك في ملل. يا الله يا الله، نحن في مسابقة دائما قاعدين يطرحوها أثناء هذا البرنامج، سؤال لكل المشاهدين والمشاهدات اللي هو أذكر واذكري ما أيام صفانة، اثنين من البرامج الدينية التي تقدمها قناة النيل الأزرق، أذكر أو اذكري أو اذكروا، معلوم الناس اشتركوا ممكن، اثنين من البرامج الدينية التي تقدمها النيل الأزرق. أنا خايف يكون النيل الأزرق ذاتها ما بتقدمين الاثنين، بس أنا كل حال أنا غبت منهم ما عارف. فهذا هو السؤال، ننتظر الإجابة إن شاء الله. رجوعا للشيخ سموأل، عد وبدر، يعني نطوف على الليالي المباركات التي هي مظنة استجابة الدعاء، يعني في غير رمضان، في السنة الهجرية. طيب، في نقطة كده مهمة شوية في الكلام قبل شوية ده، تفضل، اللي هي المقارنة بين بدر وأحد. جميل. في قيمة الانتصار والهزيمة، خرج الناس في بدر يريدون الدنيا، والناس ماشيين للغفلة. أيوة، اللي هي الدنيا اللطيمة اللطيمة، وربنا صرف الدنيا. تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فربنا غير النوايا، عشان المشاهدين ما عارفين أن غير ذات الشوكة ديشنا. أي يعني ما خلاص الناس يعني مرقوا، يعبدون حرب، دايرين ما دايرين حرب باردة. أي هم ما دايرين حرب ولا مرقوا لحرب، هم دايرين الغافلة دي ودايرين الفيل والغنايم دي، ودي كلها مربوطة بدنيا. تمام. لكن لما وصلوا والغافلة مشت، ربنا بدل النية وخلى القضية دي حرابة. 314 ما في زول واحد قال والله ما دا نحن مرقنا ليه، ده عددهم كان. أيوة. نعم. ما قال نحن مرقنا، ما مرقنا ليه كده. كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحرب، بالتالي جاء الانتصار من هنا، خلاص النية بقت موجهة تماما للآخرة، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. عشان كذي يعني نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما كانت أبجديات النصر المادية في بدر متوفرة، لكن النصر جاء من عند الله سبحانه وتعالى، بعد ذا قيم الملائكة والحاجات الثانية المذكورة كلها مسجلة في الآيات. نعم. في أحد حصل العكس، ألا وهو خرج الناس للآخرة، ناس دفعوا النبي صلى الله عليه وسلم دفعوا للخروج، وكانوا داري يقدموا أمثلة بتشبه ناس بدر، ولما حصلت الجلبة الناس شافوا الانتصار، وربنا ثبت الكلام ده في آل عمران. نعم. إنه الناس رأوا الانتصار بعينه. نعم. لكن نزلوا للدنيا الغنائم، استعجلوا ومخالفة أمر الرسول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص جاءت الدنيا، لما جاءت الدنيا حلت الهزيمة، ودي قاعدة ليوم القيامة. بالله يا شيخ سموال، هي الدنيا ممكن تحجب كده حتى منذ العصر الأول ده؟ نعم نعم. وما الحسن إحنا الغادسين فيها؟ أيوة تماما. كل ما ارتبطت النوايا دي بقيمة مادية حدها ومداها قريب يهود حدها، وكل ما ارتبطت الأشياء بالسماء، كل ما ارتقت المعالي إلى السماء والأهداف والطموحات إلى السماء. طيب. وتحققت أهداف غير مرئية ومدهشة، لأنه بعد ذاك النتائج تجي من صاحب الدهشة، تجي من فوق جل جلاله، لأنك أنت توجهت له جل جلاله. عشان كده يعني المثال ده واضح، يعني حق الناس الحاجة دي ما تفوت عليهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لفت الانتباه في أحد بكمية من الحاجات. 70 من الشهداء، كان ممكن يقول 2-3 ناس ما يذكرون، لكن 70 لو كمان فيهم يعني شوف بالنسبة للرسول سيدنا ونوعية حمزة ونوعية، عشان تظل خالدة في التاريخ لربطها ببدر، لأنه هناك كان في 70 من 70 أسروا وسبعين سبعين قتلوا. أيوة. نعم. وقد أصبتم مثليها، مثليها نعم مثليها. وهناك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله مثله. قال لهم يعني الصحابة طبعا رجعوا زعلانين في أحد،
يقتلون الجماعة ديل ما عندهم دين ديل والله ينتصروا علينا ما حار مش الحكاية دي حارة ربنا قام قال لهم شنو قال لهم انتوا قبيل في بدر ما انتصرت وقتلتوا منه 70 هسي زعلانين لأنه قتلوا منكم 70 انتوا قتلتوا 70 وأسرتوا 70 وتلك الأيام نداولها هذه قاعدة الله. يا سلام أنا عشان انت ما تفوت شيخ نابري أنا شاعر بأنه والله معانا انت شاعر يا وبعدين هو شيخ لانه هو شضر يا شيخ احمد لكن شيخ نابري برضه حي حي انت شاعر شوف يعني انا عوامل النصر ومخرجات النصر في اي معركه من المعارك انه في اشياء ثوابت يعني من ضمنها اول حاجه لو كان هنالك نصر حقيقي للمشركين في احد لكان هنالك اجتياح لمدينة سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ولو كان هنالك نصر من قبلهم لكان هنالك قتل لقائد المسلمين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده كل ما حصل يعني انت ضد ان نقول انتصروا والله يا اخي يعني ما هي عوامل النصر ولا كمان دار تقبل نقول المسلمين انهزموا والله نحن انت خايف من شنو منو له ما ربنا قاله قال شنو عليه ربنا سبحانه وتعالى خلاص أسس إنه هذه القضية حصلت فيها هزيمة يعني 60 آية في آل عمران نعم من ويز غدوته كلها بتحكي عن إنه اللي حصل ده حصل لي وبعد ذاك ربنا قسم الناس هي مواقف تربوية أيوة يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يقسم الناس لثلاثة فئات نعم اللي هي قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسا يخشى طائفة ناس ناموا صحيح ربنا ما قال هم ناموا قال أنا نومتهم يا سلام ودي الأفضل ناس جل جلاله فرمطهم خلاهم ناموا قاموا بمعنيات مختلفة دي العمل عمل مدهش جدا قال وطائفة قد همتهم أنفسهم دي زينا كده طائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية لحد ما يصلوا مرحلة يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها أسي كمام رجنا ما كان قتلونا زي كلام الناس بيقولوا يذكروك بعض أيوة الناس يعني أسي يا أخي في لندن شفت أنا كلمتهم قلت له شفت أي زول الدول المستشفى دي مات أسي هذا ما سمعوا كلام الدول المستشفى هذا مات بقى القضية مربوطة بشنو مرتبطة بشيء أيوة نسين الآيات الأقدار أيوة دي والثالثة الفئة الثالثة رجعت المدينة وعبد الله بن سليمان شمت فيها لين رجعوا تبخطوا سيوفهم لو كانوا غزا أو يعني كانوا معنا عردوا ما ماتوا أيوة وليل ليلة نفس الفئات دي موجودة في مجتمعنا يا شيخ نابري أيوة. انت رأيك شنو في هذا الكلام يعني. لأنه تعليقا على ما قلته أنت من النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أرسله إلينا قدوة صلى الله عليه وسلم وزي ما قال شيخ السماوات حتى لا نتعلق بالدنيا ونتعلق برب العزة جل جلاله نعم. جعل الله سبحانه وتعالى النصر بيد الله سبحانه وتعالى نعم وجعل الله سبحانه وتعالى المصطفى صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا وجعل الله سبحانه وتعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولو جعلوا الدنيا نصب أعينهم لأنهم نظروا إلى الغنائم في أحد لكان الأمر اختلف عن الأمر الأول في بدر فهم الأول كانوا لله سبحانه وتعالى واعتذروا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معهم أو إذا علموا أننا خرجنا لقتال ما تخلف منهم أحد رضوان الله عليهم أجمعين فبالتالي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كانوا أمام أمر الله سبحانه وتعالى وأمام معركة يحول الله سبحانه وتعالى بها معالم هذه البشرية من النظر إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر عظيم أن الله سبحانه وتعالى يجعل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم لهم ويوم عليهم حتى يعلموا أن أمر الله سبحانه وتعالى هو نافذ لا محال جل جلاله جزاك الله خير والله هذه من الدروس والعبر المستقاة وما أكثرها في هذه الغزو المبارك جزاك الله خير شيخ نبري وأكرر أنه لا تنسنا في دعائك يا سيدي كرمت جزاك الله خير أن إحنا بس عندنا فاصل صغير كده عشان أحبك معاكم القصة خليك مع النقطة مع النقطة دي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عودا حميدا وأظن عندنا من المتسابقين في المسابقة المطروحة من يريد أن يشترك معنا السلام عليكم
السلام عليكم. طيب لحد ما يجي متسابق ادونا خبر عشان نشوفه حل كويس ولا كويس عشان ما نضيع وقتنا. ساكت الشيخ أسامة. انت قبلك توقفت عند شيء من الملاحظ على الكلام العظيم اللي قاله الشيخ سموأل في مسألة غزوة بدر والمنافقين أو المنافقين، لكن كده السلام عليكم. أنا شارك في المسابقة. السلام عليكم. وعليك السلام. نعلي صوتنا نحن وانت كمان إن شاء الله. منو معانا المتسابقة؟ منو؟ أنا اسمي أمل الفكيت طيب من خشم القرب. ما شاء الله. أمل الفكيت طيب من خشم القربة. أهلا وسهلا بك وبكل خشم القربة. أمل الفكيت طيب. طيب أها الإجابة. أيوة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب. ومنك ومن سمعك. آمين إن شاء الله. يلا بالنسبة للإجابة. نعم. فتاوي ورجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. البرنامج اسمه الرسول والقرآن، لمحات من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. يلا. لا يعني أنت بتقصدي أنه هم برنامجين، قلت فتاوي ولمحات من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة دي الإجابة. أيوة. لكن مع الشيخ محمد اللمين ومع أسامة. يلا طوالي بنتابع البرنامج. لا ما شاء الله. لا كان كده أنت معنا جايب الهوى من قرونه يعني. خلاص أوكي. جزاك الله خير. إن شاء الله إن شاء الله تكون إجابتك. ما ممكن تشارك معاكم بنفس الإجابة. طيب بنفس الإجابة؟ بنفس الإجابة. اسمها مهاد الطيب الفكي. مهاد الطيب الفكي كويس. لكن طيب هو خير. شكرا لكم. جزاكم الله خير. مرحب مرحب. شكرا. تسلم. عندكم تاني متسابق اخر؟ مرحب شيخ اسامه. خليك جاهز يا اخوي. يا حليلك. مرحب. سلام عليكم. سلام رانو. منو معانا؟ معك سليم. يا سلام. ان شاء الله دائما سليم. الغريبة الناس اللغة اللذيق بيقولوا عليه سليم. ها من باب التفاؤل. سليم انت بتكلمنا من وين؟ من الولاشة مريض. ما شاء الله حلاك. ان شاء الله قراءة رمضان ما سخن معاكم شوية؟ والله سخن. كم الدرجة؟ كم 40 تقريبا كده؟ كويس ان شاء الله. الصبر الصبر. طيب يلا الاجابة شنو؟ والله طبعا في برنامج بتاع الفتاوى. أيوة. في برامج مديح وفي أيوة. برامج بتتخللها يعني اثناء اليوم برامج تذكره كده دينيه وكده. ايوه لكن الاسماء شنو؟ ما انت هسه قلت برنامج فتاوي او فتاوى دي الاثنين صح؟ وتاني ما عندك اسم غير فتاوي في تاني برنامج ولا بس هي الحاجات المدايح اللي بتجيكم مره دي وان كانت مكرره مرات؟ والله بتابعها بس طوال. طيب شكرا يا سليم. تسمع الإجابة إن شاء الله وتكون من الفائزين. في تاني زول يا أي مرحب. مرحبا. السلام عليكم. الصوت بعيد. يا مرحبا. تعرف يا شيخ أسامة أنا داير نتعود بدل ألودي. ألودي هي ALOOO كده دي ولا شو؟ نقول السلام عليكم. عليكم السلام. مش أحسن؟ السلام. إحنا مرحبا بك. أهلا وسهلا. مين؟ معك أحمد المصطفى الحبر. لا كلام جميل. أهلا يا أحمد المصطفى الحبر. أنت بتكلمنا من وين يا أبو حميد؟ من الدرجاب. قريب. طيب الإجابة شنو عندك؟ الفتاوي. أحكام الفتاوي. فتاوي. وتاني في برنامج والبس يا هو فتاوي ما في غيره؟ والله في برنامج. طيب عندكم تاني زول؟ لانه انا يبدو لي انك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. اهلا بك. الله يديك العافيه. منو معانا؟ انا حمدان محمد حامد. حبابك يا حمدان. الله يكرمك. اللهم امين. واياك ومن سمعك. انت من وين متصل؟ انا من صالحه. يا سلام مرحبا. طيب ان شاء الله تكونوا صالحين وكلنا نكون صالحين. صالحه اسم كويس فيه تفاؤل. طيب يلا بعد التفاؤل ده الاجابه شنو؟ الاجابه هي البرامج عبر النيل الازرق، ليالي الذاكرين، حلول البريق، فتاوى. دي البرامج الدينيه.
والله شفت يا حمدان انت يبدو انك متابع، مش عشان الذاكرين حول البريغي ده حقي، ده حق ناس شيخ سماوي للشيخ اسامه. يا جماعه الرجل ده اجابته صحيحه بالتاكيد، وكمان بدل اثنين قال لكم ثلاثه. اذا لما يعمل حركات كده هو انت فايز وخليك مع ناس الكنترول عشان يحددوا لك متى تستلم جائزتك وكيف واين. شكرا كثر خيرك يا حمدان، ان شاء الله دائما. الأسبوع القادم إن شاء الله حتقدم الجائزتين بتاعت الحلقة الفاتت والحلقة دي إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يجعلنا وياكم من الفائزين. يا مولانا أنا قبل ما تخش في محورك ده، أنا تتبعت يعني حتى الأسماء اللي ذكرت وذكرتها أنت من أمل وسليم وحمدان محمد المصطفى وأحمد ومهاد عجبتك؟ يعني والله من الأسماء دي دلالات الأسماء مع وقفتنا نحن في الليلة دي وحديثنا نحن عن الليلة المباركة دي، دخولا لما في بدر وما في هذه الحواشي التي يعني حقيقة يعني لو ربطنا نحن الأسماء والله يا سيدنا يعني شوف حتى المتصلين، وهذا عند الله سبحانه وتعالى المتصلين وأسماء ودلالات الأسماء واحتشادنا نحن واحتفالنا نحن، يعني شوف الانتقائية والاصطفائية دي من قبل الله سبحانه وتعالى. سليم وأحمد، وشوف انت لو قريتهم بتحصل انه والله يا اخي الشغل ده فيه الشغل ده فيه شغل تاني يا أسامة. يعني احنا سألنا عن هم كلهم برنامجين ثلاثة، وإن كان هو مناسبة هو قال ليالي ذاكرين جزء من حلل البريق يعني لأنه بس ده بكون أوت دور، لكن لو سألنا قلنا من البرامج المنوعات والغنى وكده ما كان بيجوك اسماء تانية. اي لا زعيطر ومعيطر. لا 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 الله يجزاك. فلذلك خلينا الموضوع ده خلينا في احدنا دي وفي بدورنا ده. نعم. شوف سبحان الله يعني وان كان وجود المنافقين في مدينه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الا انه ربنا سبحانه وتعالى يأبى الله بقدرته وبارادته وحوله وقوته الا يخرج في بدر مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام منافق. أي من المنافقين، شوف أي من المنافقين، المنافقين مثبطين، المنافقين يعني يزيد الناس خبالا زي ما عبر القرآن الكريم، يزيدهم تصبيط في الهمم، يعني فتور في همة المقاتلين على هذا الأساس، بعدك يفعلوا فعلتهم ل يعني الإرادة القوية والعزيمة إنه يجعل من هذا الأمر برمته أنه أمر يعني لا يليق وأنه لا يعني ليس في المستوى بيجحل من الأحوال. أنا دار أقول إنه واحدة من الأسباب اللي جعلت النصر في بدر قوة إيمان وصدق إيمان أولئك النفر الكريم الذين آمنوا واستيقنوا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان في ما بينات أصلا مخزل، نحن والله داخل المدينة والله عهدناك وقعنا معاك بروتوكول، خارجة والله ده نحن والله ما بنقدر عليه ونحن المؤونة بتاعتنا ما كفاية ابتدوا يتحججوا. أيوة ابتدوا يتحججوا، لكن ما كان في هؤلاء النفر الكريم من أصحاب الهمم الصابطة بأي حال من الأحوال. كذلك نحن بنحصل إنه لو كان في منافقين حال يعني وقوف ويعني اصطفاف الصفوف ومواجهة والمواجهة التي برز لها من برز يعني صناديد قريش يعني ده أول كان أول مشهد من صناديد قريش. أيوة نعم أول مشهد من المشاهد كان حيصبطون والله يا جماعة أنتوا يعني ديك 1000 وانتو 300 يعني مقابل كله يعني واحد لثلاثة. نعم. فأنا لكم أن تنتصروا، أنا لكم أن يعني يسعفكم هذا الثبات حتى بحسابات المعارك بحسابات المعارك انتو مهزومين هزيمة نكراء. فيا أخي نحن والله ما نرجوه إنه طالما إنه العير نفدت وهؤلاء النفر جاءوا بما جاءوا به وقبضهم. أيوة نحن والله يا أخي نحن ننسحب وده الأولى، دي كلها بقواعد بالقواعد اللي كانوا إذا كان المنافقين حال كونهم موجودين في تلك اللحظات كانت حجج منطقية جدا
وممكن كان يصبط بها بعض الناس، لكن يأبى الله إلا أنه يخلد في بدر أقوياء الإيمان. الله أكبر. يخلد في بدر كعمير بن الحمام الذي يبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من أحد يلقى أولئك النفر صابرا يقاتل هؤلاء إلا وله الجنة، الفردوس الأعلى. بشرى يعني حارثة ابن مالك، يا رسول الله أخبرني أين حارثة، وين حارثة وين؟ قال إنه يعني هل هو في الجنة أم في غيرها؟ قال بل جنة فوق جنة فوق جنة، وإن ابنك حارثة أصاب منها الفردوس الأعلى. شوف رجال صناديق زي ديل كده، يعني نفر كريم، نفر مبارك، صدقوا ما عهد الله عليه. تماما هكذا كان حالهم مع الله سبحانه وتعالى. لماذا لقاطعك؟ لأنه الزمن ده، لكن عشان استفيد منكم الشيخ صموئيل، تقبل جبت المنافقين ديل، من المنافقين فئتان، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم الله يعلمهم، هنا لا تعلمهم يا رسول الله، وهناك الرسول صلى الله عليه وسلم كلم سيدنا حزيفة بأسمائهم، حتى جاء سيدنا عمر قال لي أنا معاهم، أنا اسمي مكتوب. هنا لا تعلمهم، هنا شيء في تناقض؟ لا، ما في تناقض، ما في تناقض، ما في تناقض. المعرفة جاءت، الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح عنهم لحزيفة في تبوك أيوة، في بعد نهاية السنة أيوة، يعني أيوة، بداية السنة التاسعة أيوة، لكن يعني معناها في الأول طبعا كلام أيوة، المحافظة على عدة الصف وعدم شقها وكذا، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق أيوة، كذا يعني جنرالي بعد ذاك شخصهم بشخوصهم أيوة. طيب ماذا تعقب على هذا الكلام؟ ونحن داخلين على العشر الأواخر، وبرضو ما ننسى قصة استجابة الدعاء وليلة القدر وكذا، بشريات للناس. والله أنا عاوز ألفت الانتباه، لأنه في قضية كانت في بدر حاضرة ومطلوبة عندنا الآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أطلق المعركة خلاص مشوا قاتلوا، هذا صفارة يعني أيوة، خلاص الناس ماشيين يقاتلوا نعم، كأنما استدرك شيئا، فنادى في الناس مرة أخرى نعم، وقال لكل الناس، كل الصحابة يعني، من وجد منكم البحتري بن هشام فلا يقتله، فإن له فضل علينا عند الصحيفة. يا سلام، ده من الناس النغضوا، أي نقضوا الثقيل الصحيفة وهو على غير الإسلام، وهو شايل سيفه، هو خمسة ظنهم أيوة شايل سيفه وجوه المعركة. حتى الصحابي اللي قتل البحتري ده جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو البحتري كان بيقول له أنت قاتلني مالك، يقول لي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نقاتلك، لكن هو يحفظ، لكن هو قال لكني أقاتلك، هو لئيم بس ربنا كتب له نعم الهلاك، فقتلوا نعم الصحابي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولي أنا ياه، يعني في الآخر ما لقيت ما في طريقة. ده مشهد، شيل معاه المشهد الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم وجد في الأسرى سفانة بنت حاتم الطائي، الله نعم، ردوا لها، فكوا إزارها وأكرموها وادوها من الغنائم، لأن أباها كان كريما نعم. مشهد ثاني، شوف في ذاته من كرم، كرمة والوارث من أبوها، قالت لي ما أنا بريك ما أنا قومي أيوة، حتى بأهله طيب. ده مشهد ثاني. المشهد الثالث لما بيدفن في القتل بتاعين المشركين، لما جيت فينا المطعم بن عدي قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء الأسرى لأعطيتهم إياها. ليه؟ عنده سابقة، عنده سابقة، لما جاي من الطائف رجع في جوار المطعم بن عدي، يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة للأعداء، وكان ما حفظه اللي بيحفظه منه. أيوة دي القيمة، يا سلام، للأعداء في أرض المعركة، في البأس، في البأس يحفظ الفضل ويوصينا بالفضل، ويرسل هذه أخلاق حرب، أخلاق جوا الحرب، ودي قيمة. الآن نحن عندنا الليلة ناس يا جماعة ما بيحفظوا حتى فضل أمهم وأبوهم، يا ساتر، ما بيحفظوا فضل أخوانهم ولا مشايخهم ولا علمائهم ولا ناس، ضيعنا أفضال كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك في المعركة، أنا ما بنسى الفضل حتى لعدوي، خليك تنسى الفضل لأخوك، لأمك وأبوك، لزول علمك يا أخي، زول يكون عمرك معه كله زي العسل، غلطة واحدة بس طيب. يقول لك أنا ما بتذكر لك أي حاجة، ينسى الفضل كله. شكي شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، الآية دي جاءت وسط آية الطلاق، نعم، كأنما يريد المولى عز وجل يلفت الانتباه للأزواج، أخذ الميثاق الغليظ ذاك أيوة للأزواج. أكثر مشكلة بين الزوجين ممكن تكون كبيرة إنه ينسى الفضل بيناتهم، يا سلام، تحصل مشكلة. حتى زمان قبل 10 سنة أنا ما بنسى ليك، ده موضوع كبير خلاص، وده التخلص على التخلص، شكي تربية نبوية شنو
هو حسب تتكلموا عن اعظم وابرك واجل الازمنه لما الرسول عليه الصلاه والسلام وبرضه كان في الهنادي هسه دي ترشدونا بشنو عندنا خمسة دقائق انت هسه داير تقول شنو للازواج وللعاقين لابائهم وامهاتهم ديل وبمناسبه كمان دعوه الوالدين اما لك او عليك ما ممكن يدعو عليك مش كده ودعوتهم من الدعاء الدعاء المستجاب والله انا لهم ولهذا الحدث ولغيره هي دعوة ثابتة عندي ألا وهي راجعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بيفهم ولا سمع أمشي أقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مشكلتك البدعاني منها في حياتك والله قاعدة ورسول صلى الله عليه وسلم أداك الحل وتلقى زي ما أنت عارف تركتكم على المحجة البيضاء أي حاجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة كل ما قريت سيرة صحيحة يا جماعة نحن لا نستطيع أن نحيط بها كلها بكل حياة النبوة فوالله لو حتى جد العباقرة مش إحاطت يعني بيان حتى معرفات نعم نعم فوالله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لن تعرفه عليه الصلاة والسلام والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتفة والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرف ويكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لا لن يخسف وده كلام منه يا سلام يا أخي ده كلام من الشاعر ومنه وكمل أنت أدينا من حياتك الزيدي أنتوا خدتني هنا مع أئمة شيخ نابري أظنه برضو يكون منتظرنا نودعه يودعنا ودار يودعكم هنا كلمات وفاريقكم ما لا لا ما بقدر عايزكم نشوف يا شيخ نابري انت هسه كلامنا ده برضو سامع وكل حاجه عاجبك ولا ما عاجبك والله هذه درر جاد بها هؤلاء المشايخ وانت فريدها فريد هذه الدرر جاد بها هؤلاء المشايخ نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظهم في حلهم وترحالهم اللهم امين وادعو للمسلمين والمسلمات واهل المله كلهم بالله دعوه منك امين ان شاء آمين. الله امين اللهم يا ايها المؤول في كل حاجه يا كريم شكونا اليك الضر فارحم شكايتنا يا رب الا يا رجاءنا انت كاشف كربتنا يا رب فاغفر ذنوبنا كلها واقض حاجتنا يا كريم فزادنا قليل لا نراه ولغنا هكذا الزاد نبكي ام لبعد مسافتنا يا لطيف اتينا باعمال قباح رديئه وما في الورى عبد جنى كجنايتنا يا لطيف أتحرقنا بالنار يا غاية المنى فأين رجاءنا منك أين مخافتنا ألف ذات بيننا أجمع شملنا يا أرحم الراحمين اللهم آمين أحفظنا في حلنا وترحانا أحفظ آمين. السودان وأحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بجاه الشهداء الأحديين وبجاه أصحاب رسول الله اللهم. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير اللهم آمين يا رب العالمين أنت يا شيخ أسامة عندك لينك كده مع الشباب بيحبوا كلامك ده أديهم نصيحتين عشان شيخ شمال مع العجائز والله أنا أرى إلا لو والله حاشا اسمه الويخ ود صغير ما شاء الله يا أخي ما تطمنه كده أنا أشوف سبحان الله والله أضع الحافر على الحافر على ما ذكر وأخونا أستاذ السماوات ربنا يميت في أيام ويدي والصحة والعافية كليكما إن شاء الله سبحانه وتعالى إسقاطات السيرة الإسقاطات إسقاطات سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على واقعنا المعاش نحن محتاجين كأهلي اجتماع كأهلي كعلم كأهلي علم نفس وكمربين وكسياسيين وكمعلمين نحن محتاجين نسقط سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على واقعنا اللي نحن بنعيشه يا أخي كلمة نسقط دي ما عندك غيرها والله كويسة الإسقاطات لكن يا أخي لا لا خلينا انت العلماء ديل يا أخي أنا ما نسقط احنا هنا السقوط عندنا والاسقاط كله معناها الداون لا لا ما الداون نرتفع بها يا اخي ايه نرتفع خلينا نرقى خلينا نرقى يا سلام عليك شفت ما قلت لك بعرف نرقى نرقى ان شاء الله يعني بواقعنا المعاش لانه يعني لحياه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ولسيره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا غلام محبه ما ضروري الا شنو يعني كسر رقبه قل كع ما عنده محبه ما عنده محبه تفضل قل كع سيدنا الحسن يتشابه دي شنو قلت شنو قل كع دي شنو دي سيدنا النبي يتشابه أو سيدنا الحسن يتشابه لتمرة شوف يتشابه لتمرة إخ إخ أيوة. فالست نفاط لأنها من تمر الصدقة ليه ما تخليهما ولا الصغير لعلها من تمر الصدقة يا فاطمة لعلها وهم لأنه الأشراف ديل أبدا يا سلام وسخ المال محتاجين إحنا نربي أولادنا ونغرس فيهم قيم محمدية حتى إنه والله إذا ما تقدمنا وتقدم بهم العمر كانوا محمديين
محمديين في صفاتهم، محمديين في أخلاقهم، محمديين في مسيرهم وفي سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. نسأل الله. جزاك الله خير. شيخ سموال، بدري كان لها عنوان كبير اسمه في تاريخ اسمه الدين أولا، اسمه الدين أولا. يا سلام. انتفت القبلية، يا سلام، وانتفت الطائفية، الحسد بن عاني منها، انتفت الوطنية، وانتفى كل شيء وصار الدين لله خالصا فقط. يعني معركة بين أبناء العمومة والآباء والأبناء، ما فيها حمية ولا فيها نخوة كده، خالص كل الدين، بس بس الدين، حتى يعني الحمية لله ولرسوله، في زول قتل أبوه، في زول أسر أخوه، في زول كده، كله انتفى حتى يبقى الدين. فالدين يجمعنا، فإن كانت سمت رسالة إلى هذا البلد وفي هذا الواقع من الحال، فالدين يجمعنا، ورسول الله إمامنا وقائدنا ومعلمنا. والما بيتم معانا على الدين، يعني ما برضو نحن عندنا الأقليات، الدين يشمل كل الناس. تقصد كده أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. من العالمين؟ جن وإنس أي شيء مخلوق. يا سلام. أيوة. ما بترجع من كلامك. ديننا دا ينفع لأي زول، حتى المشركين. والله طمنت. ما في حاجة. هاي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنتم مرات نقول عليكم إرهابيين وحس عاملين مشاكل. والله ديننا يرحب ويسع كل الدنيا. سلام. فلنلتقي على الدين الخالص لكن نعم بشروطه ديك، وبالراحه يا جماعه خط الكوره في الواطيه يا اسامه. لا لا لا، يعني ما ارجو ان اخلو كلامنا هذا من الدعوه بالالف اللي ناديك، مش دعوته دعوه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى الدين ردا جميلا. بسمع الدعاء ده ظريف، ردا جميلا دي حلوه مش كده؟ نسال الله ذلك. ايوه ادعو لنا يا شيخ. ما ادعو على البرير سامح ده كذلك. نور على نور. يا سابق النعم، يا الله، يا دافع النغم، يا كريم، يا فارج الغمم، يا كاشف الظلم، يا الله، يا أعدل من حكم، يا كريم، يا حسيب من ظلم، يا ولي من ظلم، يا أول بلا بداية، يا كريم، يا آخر بلا نهاية، يا الله، يا من له اسم بلا كناية. نعم. اجعل لنا من أمرنا كله يا رب في الدنيا والآخرة رشد فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم يا من بيده السماء مبنية، نعم، وبقدرته الأرض مطوية، جل سبحانه، وعنده كل الحاجات مغضية، جل سبحانه، أغضي حوائجنا عندك أجمعين في هذه الساعة الطيبة المباركة، اللهم آمين، من هذه الليلة المباركة، اللهم، في هذا الشهر الطيب المبارك، اللهم اقبلنا عندك أجمعين، واصلح شأننا كله، وتولى أمرنا كله، واغفر ذنبنا كله، ولا تجعل لنا من أنفسنا وفي عالمنا طرفة عين بالاتكال على غيرك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في مقام أفضل مما جمعتنا فيه، اللهم، في الفردوس الأعلى، اللهم، مع حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، اللهم، عليه، اللهم حرمنا رؤيته في الدنيا وصحبته في الدنيا، فلا تحرمنا عناقه في الآخرة يا رب العالمين. آمين. اجعلنا ممن يعتز ويفاخر به من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. اللهم يا رب العالمين، يا كريم. لك الحمد على نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة النبوة ونعمة أن شهدنا رمضان، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وتحية لكم جميعا إخوة المشاهدين، وتحية خاصة لكل العاملين في هذه الحلقة من وراء الكواليس. يا سلام. نعمة لهم وقبولا لهم. اللهم آمين. وتحية خاصة لأسرة النيل الأزرق عموما، يعني الله يكرمك. تحية لك ولك وللأسرة. تحية لأسامة، شيخ أسامة. شيخ أسامة ده تعرف، شوف شيخ أسامة، مطلوب مننا أنا وأنت كده ندندن، قالوا نقول شنو؟ نقول مثلا، مع إنه صوتك أنا عارفه جميل، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الله بالمصطفى المختار، فضلنا على كثير وبالإسلام خولنا، ونرتجي أنه للفوز أهلنا، مذ لاح نور الهدى الهادي وهل لنا، نادى منادي الهنا في حينا أعلنا، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهزم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا رب بالمصطفى المختار، اغفر لنا. آمين يا الله.
لا هي جلت كذا، لكن انا كنت اقول شنو؟ يا ربي بن مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم لعمرك من أعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزيتما وكفيتما وعفيتما ومن أحبكما الأسرة الكريمة وتلحقوا السحور وما تنسون من صالح الدعوات أنتوا الاثنين في المنابر وفي كل الحاجات. وأيها المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، نحن نغرزم هكذا أمام علمائنا الأجلاء خطباء المساجد والمنابر إن شاء الله الراسخين في هذا العلم النافع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلناه وأن يثيبنا عليه أجرا عظيما في هذه الليلة المباركة وكل الليالي حتى التي لم نذكرها، لنا سهما مع أهل بدر في الله بهذه الليلة. اللهم آمين. ودم الليلة ليلتهم آه. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخ أسامة، وجزاك الله خير شيخ سمول بن عبد الله، وجزا الله عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله ما يجازي الرسول الكريم خاتم رسل الأنبياء على أمته هؤلاء الضعفاء. شكرا جزيلا.